مبادرة جد مهمة هذه التي تجمعنا اليوم مع هؤلاء هذه الوجوه النيرة التي ممكن نشاهدها، التي ممكن نستمع إليها، التي تعرفنا وقد لا نعرفها يعني بكلية. إنما هذه المبادرة أتت من السيد وزير الإعلام هو مشكور، والذي له إرادة قوية أن يجعل منها إن شاء الله سنة حميدة اقتداء بما يقوم به السيد رئيس الجمهورية. إذ حق الإعلام من خلالكم بالنسبة للمواطن له حق دستوري، قد نكون نعمل ولكن مع الأسف، وهذا ما لاحظناه وهذا ما أدى إلى السلطات العمومية إلى السيد رئيس الجمهورية أن نوعا ما يعاتبنا على أن لا نوصل ما نقوم به إلى المواطن، وتركنا المجال إذن فارغ واستغلوه الناس اللي ما يحبوش الخير الجزائري، يعني يقولوها صراحة. إذن هذه فرصة ربما قد نعوض مستقبلا إن شاء الله، كل في مجاله، كل في يعني كلما أمكنت الفرصة أن نقدم ما نقوم به في إذن لصالح مواطنينا. الأمر يتعلق، لا أريد أن أرجع على ما قاله زميلي ومشكور سي فيصل بن طالب على هذا الوضع ما دام الأمر متعلق بالتشغيل. أنا أريد أن نرجع إلى الفلسفة التي تقوم بها هذه السياسة تاع التوظيف ككل. مرجعها أو قال سي محمد العقاب وقال سي فيصل، مرجعها أولا بيان نوفمبر الذي جعل من المواطن العنصر الأساسي لمجتمعنا، والذي يريد السيد رئيس الجمهورية أن يؤكد عليه وكل خطاب إلا وتطرق إلى هذا. المواطن هو محور كل الاهتمامات.